صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله نهايركم زين، نهايه اسبوع موفقه للجميع. تحيات كامل فريق كابيكان، احلام زوميتا في الاخراج التقني والرقمي، نزيها نصري في المواجز الاخباريه، يرافقكم صوت نورهان بكار من توا حتى العشره متاع الصباح. شكرا لاختياركم 91.5 ل 95.2 و105.6 تكون بدايه حصتنا مع حاله الطقس. المتوقع أنه يشهد طقس السبت 23 نوفمبر 2024 سحب عابرة على كامل البلاد، وتسجل درجات الحرارة تراجع حيث تتراوح القصوى بين 18 و 29 درجة، وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب. أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر شديد الاضطراب ثم متموج. باش نحكيو عليها اليوم في كابيكان، في استيو سونتي، الوقايه من سوء اطباق الاسنان عند الاطفال، باش نعرفوا به نعطيو اسبابه وانواعه، الوقايه والعلاج. دخل معنا في الموضوع دكتوره احلام بعزيز، استاذه جامعيه استشفائيه بكليه طب الاسنان ومسؤوله عن قسم الاطفال والوقايه بمصحه المنستير. في كاب كولتور نحكيو مع ناصر الغربي، مخرج مسرحي، رئيس جمعيه مسرح الطليعه للقاصرين على الحركه العضويه، باش نعرفوا بال الجمعية هذه على أساس أنها جمعية ثقافية وليست اجتماعية، وتم تأسيسها من 1981. أيضا في كتاب الويكاند يطلع لنا الشاعر وليد عبد الحميد، كاتب وشاعر صاحب المجموعة الشعرية سمفونية الوجع، هذه آخر زراته. أيضا كما عودتنا مدينة العلوم بنشاطاتها، اليوم مدينة العلوم تنظم اليوم العالمي الحد من الكوارث الطبيعية، دخل معنا في الموضوع صفاء منصوري أستاذ تأطير علمي بمدينة العلوم. وفي الحكاية وما فيها اليوم باش نحكيو على أصل خدمة المحتسب في مصر، هذه خدمة خدموها مصر في من زمان طويل، نحكيو عليها. وخليني يقول اللي هي عبرة أكثر من أنها قصة، الحالة اللي تعيشها تونس اليوم في الأسواق من احتكار ومن فقدان لبعض المواد. هذه هي كاب ويكاند اليوم، ترتيحة صغيرة بالموسيقى وراجعين.